بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، مجلس اللسان العربي ينظم هذه الاحتفالية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتمكين اللغة العربية، احتفالية يشارك فيها أدباء وكتاب وفقهاء ومثقفون سخروا جهودهم من أجل نصرة اللغة العربية. إن لاجتماعكم هذا لإحياء اليوم العالمي للغة العربية الكثير من المعاني والدلالات، وله في هذا المكان وفي هذا الظرف الزمني رمزية عميقة، فهو احتفاء باللغة العربية في وطن ظل تبجيلها فيه على مر التاريخ جزءا أساسيا من وجداننا الوطني وذاكرتنا الجمعية، وهو احتفاء بمكون أصيل ورئيسي من مقومات شخصيتنا الوطنية. فعلى هذه الربوع صاغت اللغة العربية وحمولتها التي هي ملة الإسلام الحنيف وشريعة السمحة من حضارات وثقافات متنوعة، شخصية متميزة ذرية جامعة لكل مكونات هذا الشعب العظيم. وكان اختيار السكان في هذه الرقعة من العالم للثقافة العربية الإسلامية تعربا طوعيا تحركه البواعث الدينية وتسمو به دواعي الوحدة والإخاء. وعلى صعيد الظرف الزماني يأتي هذا الاحتفاء بعد أيام من تصنيف المحضرة جامعة الصحراء تراثا إنسانيا، وأي تكريم للغة العربية واحتفاء بها أكبر من تكريم المحضرة، وهي المؤسسة التي حملت راية اللغة العربية وثقافتها وأنجبت أفذاذا من علمائها أحيوا كثيرا من علوم اللغة وحفظوا للأجيال مدونات من نفائس معاجمها وكتبا عتيقة من آدابها وشعرها وفنونها. ويعمل مجلس اللسان العربي في بلادنا على تعزيز دور اللغة العربية في كافة المجالات. منذ أن قررت منظمة الأمم المتحدة قبل 50 عاما أن تتخذ اللغة العربية لغة رسمية لهيئاتها عرفانا بمكانة هذه اللغة ماضيا وحاضرا ومستقبلا، أصبح العالم في شرقه وغربه وشماله وجنوبه يحتفي بيوم 18 من دجنبر، يحتفي باللغة العربية. وهنالك في هذا الوقت الذي نجتمع فيه مجموعة من الاحتفاليات في عواصم الشرق والغرب وفي مدن أخرى كثيرة وفي جامعات، كلها تسجل اعتراف العالم لهذه اللغة بعطائها الحضاري. وثمنت الهيئات العاملة في مجال تمكين اللغة العربية الخطوات التي قطعتها الدولة من أجل نشر اللغة العربية وحمايتها. تعتبر اللغة العربية من أهم اللغات ذات الأثر الثقافي والحضاري والعلمي للبشرية الجمعة، كما لا يقتصر اللسان العربي على الناطقين به حصرا، والبالغ تعدادهم نحو 400 مليون نسمة، وإنما يتجاوزه لملايين أخر في أقطار شتى عبر المعمورة. لضرورة التخاطب والمعاملات والدراسات العلمية والبحثية، وبالمناسبة فإننا نثمن مرة أخرى اعتماد القانون التوجيهي الخاص بإصلاح نظامنا التعليمي، والذي يجسد مشروع المدرسة الجمهورية الغالي على فخامة رئيس الجمهورية. وشهدت الاحتفالية تقديم الأطفال لبعض الأناشيد التي طالب أصحابها بضرورة الاحتفاء باللغة العربية والتمسك بها من أجل حماية أبناء البلد وتحصيلهم.